جاء في قصة لا يعرف أصلها أن أحد مرشح الانتخابات التقى وخلال تجواله بأحد الشوارع رجلا عجوزا بائسا يجلس على قارعة الطريق وحيدا. لم تخفي ملامح البؤس طيبة قلب الرجل، وعليه قال المرشح في نفسه: هذا رجل على نياته، إذا ما مددت له يد العون سينتشر خبر ذلك بكل أنحاء القرية. اقترب المرشح من الشيخ وسأله عن أحواله، ثم قدم له مبلغا ب50 قطعة نقدية، مبلغ لم يكن بالقليل حينها. رفض الرجل العجوز أخذ المال قبل أن يعرف المقابل، فأجابه المرشح: لا أخفي عليك، أنا أحد مرشح الانتخابات الحالية، وأريد بالمقابل أن تدلي أنت وأفراد عائلتك بأصواتكم لي في الانتخابات. رد عليه العجوز قائلا: لا يمكنني أن أقبل هذه النقود منك. أجاب المرشح ساخرا: ماذا تريد إذن؟ فقال العجوز: اشتري لي حمارا بهذه النقود. أجابه المرشح محاورا تملص: لا وقت لدي الآن. فرد العجوز مجددا: لن يستغرق الأمر وقتا طويلا، ونحن على مقربة من سوق الحمير. قصد الرجلان السوق، وعند وصولهما المكان شرع المرشح بالبحث عن حمار رخيص، فسخر التجار منه قائلين: أنت تبحث عن حمار رخيص، لن ينفعك بشيء، هل أنت أبله؟ عندها تراجع المرشح عن رغبته بمساعدة العجوز وقال له: لا تكن طماعا، خذ ال50 قطعة أرجوك. رد عليه الشيخ الفقير وقال: لم تستطع شراء حمار بنقودك هذه، لكنك تود شراء صوتي وصوت عائلتي. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة بالتفاعلات، نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن. لما زاد راقد 9 تاع الصبح، وهذه من دور المرأة، الدور تاعكم الأول هو الرذا يكون جاهز على 8 تاع الصبح. على 8 تاع الصبح الناس كنت تكون واقفة، والناس كنت تروح ديروا لنا فوضى قدام مكاتب الاقتراع، باش على 12 لا كتب ربي إن شاء الله نقلبوا الديمينو. بارك الله فيكم. فتحت مراكز الاقتراع الجزائرية أبوابها يوم السبت الفارط لتصويت في الانتخابات المحلية المبكرة في آخر محطات المشوار الانتخابي الذي بشرته السلطات الجزائرية منذ سنة 2020، بعد عزوف واسع في الانتخابات النيابية الفارطة وعدم انخراط الجزائريين في كل عمليات السلطة حتى الاستفتاء على الدستور، وبعد حملة انتخابية عرفت فتورا، حاول النظام جاهدا إقناع الجزائريين بقيمة الانتخاب في الوقت الذي ينص فيه الدستور الجزائري على الحريات كالحق في التعبير وفي التظاهر وفي التجمهر قبل الحق في الاقتراع أصلا. إلا أن تبون مثلا الذي يطارد الناشطين رجالا ونساء وشيوخا وحتى أطفالا أراد كثيرا أن يقنعهم بالانتخاب ولو بلهجة حادة. قال ناشطون: مفروض عليهم يجوا ينتخبوا، إذا ما حبش ينتخب الانتخاب ماهوش حق وواجب، ولكن ما قدرش نرجعه إجباري. مشاركة الناخبين في الاستحقاق الانتخابي كان هاجسا وكذلك رهانا صعبين أمام السلطات الجزائرية والمرشحين من الأحزاب والمستقلين كذلك، خصوصا بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة أدنى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد. لم ينقض يوم العرس كما تروج له السلطة إلا وقد تحولت مخاوف السلطة إلى حقيقة بنسبة إقبال ضعيفة، وبدأ ذلك واضحا في أرقامها الأولية قبل أن تتخمر كما يقول الجزائريون تندرا. رغم أن شرفي ولجنته وعدهم بالقطع مع التزوير والنفخ والتخمير: احنا الجزائر الجديدة القانون يعلو ولا يعلى عليه، اللي يتعدى على القانون موقوف العدالة اللي تتولاه.
الانتخابات في دول العالم الثالث عبارة عن مسرحية وادعاء للديمقراطية يقول محللون، حيث باتت وسيلة لتضييع الوقت والمال ولا تلامس تطلعات الشعوب. وذهب البعض في القول وأنه لا يمكن لأي انتخابات أن تنجح في ظل وجود العسكر الذين قاموا بوضع الدساتير والانتخابات وكذلك قوانينها. حتى تلك الدول التي عرفت انتخابات مستقلة في فترة ما ثم الانقلاب عليها وعلى نتائجها طبعا، وذلك لأن الأنظمة العسكرية لن تقبل بالديمقراطية، حتى أن بعضها اليوم يراوغ على الشعب وعلى الحلفاء بالخارج أنه ديمقراطي، وذلك بطرح أرقام ونتائج أقل من 90% حتى لا يقع انكشاف أمرهم، ثم يخرج ويصرح أن كل شيء تم بشكل جيد وأن الديمقراطية قد حلت والوقت وقت الاحتفال، لكن دون سؤال. تاريخنا المعاصر، تحياتنا وتهانينا كذلك لكل الناخبات والناخبين، وتهانينا مسبقا لكل الذين سيحظوا بكسب أصوات الناخبين وتزكية ترشيحهم. أهمية المجالس الشعبية والولائية بطبيعة الحال كبيرة، وهذا الحدث بالذات يعتبر استكمال لبناء دولة المؤسسات وصرح المؤسسات المنتخبة، وبهذا يكون صرح المؤسسات الديمقراطية المنتخبة قد استكمل على أن يتوج بطبيعة الحال بتشكيل المنطقة مجلس الأمة قريبا إن شاء الله. وبالنسبة لهذا اليوم الذي وصفته أنه يوم كبير في تاريخنا المعاصر، أتمنى أن تكون المستوى المشاركة كبيرة، لأن المجالس الشعبية البلدية والولاية في حين أن الاحتفال كما كنتم ترون كان مقتصرا على وجوه النظام وبعض الناخبين، شملت المقاطعة أغلب الولايات في الجزائر، حيث قال المقاطعون أن المستفيد الوحيد من الوقت الحالي في الوقت الحالي من الانتخابات هو الجيش، وذلك بتعيين من أراد في الحكم. يبدو أن الحل الوحيد لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة عندنا هو إخراجها من مجال العسكر والثكنات، وإلا ستصل إلى أسخف تمظهراتها كما يحدث في دولنا اليوم. ورغم أن رئيس الحكومة الجزائري تحدث عن اللبنة التي وضعت في الجزائر الجديدة، إلا أن الجزائريين لم يبدو عليهم الاقتناع كثيرا بكلامه، خاصة وأنه لا يحسن حتى نطق الكلمة. نشهد اليوم بناء آخر لبنة من الصرح المؤسساتي الذي وعد به السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه، وكذا تطبيقا لما جاء في دستور 2020، وهي آخر لبنة في بناء كما قلت المؤسسات الديمقراطية في الجزائر. يقول جزائريون هؤلاء الذين يتفضلون علينا بإجراء انتخابات بغض النظر عن نتائجها، فالانتخابات في حد ذاتها قفزة نوعية، هكذا يقولون، وهي قفزة محسوبة للحاكم طبعا الذي جاء إلى السلطة عن طريق القفز على ظهر الشعب، وهي كذلك بمقاييس الدول المتخلفة التي وإن أقسم المسؤولون ألف مرة فيها أن لا تزوير بعد اليوم
إلا أنهم لا يستطيعون مع ذلك صبرا. كما راكم تشوفوا خوتي، السلام عليكم. رانا في حي الدهالي ستالاتا، رانا في حي الدهالي ستالاتا. خرجوا لنا كامل المراقبين تاع الحزاب تاعنا للناس باش تبدل البيفيات تاعها، وغلقوا علينا الباب. قال لك انا نزلنا تاعها غير خرجناهم، عاودوا غلقوا الباب. دوكا راهم بداوا في الفرج على بها الطرواكه ما تسقمتش، والحراش بقات مردومه غير من فعل هذا تاعهم. حسبونا الله ونعم الوكيل. رانا في الدهالي الجديده، التدريح راه داير حاله. حشد المترشحون إذن لمحلية الجزائر العدة والعتاد والخطابات التي لم تزد المواطنين إلا نفورا، كخطاب هذا المترشح. جماعة خير، مصير بلديتنا راه في أيدينا، مصير بلدية تاعنا راه في أيدينا. واللي ما يبغيش البلدية تاعنا، واللي ما يبغيش الدولة تاعنا، خويا معليش البوطي. مع الأسف لم يحقق الجزائريون رغبة هذا المترشح، لم ييأسوا، لم يركبوا قوارب الموت كما قال، حتى يختلي مثل هؤلاء بوطنهم، فبقوا حيثهم وقاطعوا. يصطلح الجزائريون على هذه الحركة بتساقط الثلوج، فحدث وأن هطلت حتى في أشد أيام الصيف قيضا. وفي ذلك إيضاح أنهم وإن صمتوا تحت وابر من التهديد والملاحقة بالسجن والاعتقال، لأنهم لن يصمتوا عن التعبير عن رفضهم لانتخابات يقولون عنها صورية. لكن المفارقة هذه المرة أن الثلج غطى حقيقة جبال الكثير من المناطق في الجزائر، وخاصة تلك التي عرفت حرائق مريعة الأشهر القليلة الماضية. السلام عليكم. كما تشوفون دائما الحصري مع صفحة بويرة زوم، رانا مباشرة من أعالي منطقة تيكجدا، بالضبط بالمركز الوطني للرياضات السرية بتيكجدا. كما راك تشوفوا تساقط الثلوج خير كبير، ربي يبارك ان شاء الله تكون سنة تاع خير وفر خير علينا وعلى المؤمنين ان شاء الله. الحمد لله. انتخابات إذن خلت من الشباب الجزائري، يقال انها ولدت هرمة لا تعبر عما يريده الشعب وعما يريد ايصاله للسلطة. جيت نفوتي وجبت الكارتونتيتين تاعي وجبت حتى اللي فريت فامي عجبته معايا. هكذا؟ ايه. هاو اللي فريت فامي. علاه جبته؟ جبته فربما يقولوا لي قالطة ولا كاش واحد اخر يفوتي هكذا ولا هكذا. والو. والو. صنعت. بل وتلخصت مشاكل الانتخابات ورعاتها والمشاركين فيها في هاته مثلا. السلام عليكم. اسمع، اسمي هادي ريبا. واحد يخدم من 8 تاع الصباح ل 8 تاع الليل بلا لي بريزيدون لي روكو بالي ديسكو. شوفوا ها كي دايره معاه، واللي داروها قال لك حامضه. تما منا توكسيكاسيون ديريكت، بلا كاع ما كملوش المهام تاعنا. الله يهدينا وصايي. ويقول لك البلاي كلف 1400 دينار جزائري. اسكو هذه 1400 دينار جزائري؟ هذا في الوقت الذي أصبح فيه الجزائري يراوح بين الجد والهزل في مواجهة أزمات لا يراها النظام، وكأنه أحيانا يخترقها هكذا يقولون. فبينما تحتفل السلطة بموعد انتخابي آخر مررته، يحتفل هؤلاء وفي خضم انتخابات محلية بعيد ميلاد حفرة بلغت 10 سنوات ولا مسؤول رآها. هذا عيد ميلاد حفرة في حي 1 نوفمبر تشرق بليا.
السلام عليكم. شعل وشاك لاباس والله الحمد لله. وخويا محتفلين ان شاء الله بالحضره هذه اليوم، انا ان شاء الله محتفلين هذه الحضره هذينا عندها عيد ميلاد تاع 10 سنين، هي اللي كبيره في الحضره في مسعده معناتها. إذن على وسائل التواصل الاجتماعي دون الجزائريون حول الانتخابات، فكتب في تدوينة له عبد الغني بادي المحامي في الجزائر وقال: بمثل هذه الانتخابات والتي قبلها يصرون على الهروب إلى الأمام ويضعون العربة قبل الحصان. أما شوقي بن زهرة الناشط الحقوقي في الجزائر كتب في تدوينة له على فيسبوك وقال: لو كانت فعلا نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية قد بلغت 35.97% كما أعلن عنه محمد شرفي، أي أكثر من 8 مليون ناخب، لرأينا توابير لا تنتهي تصطف أمام مراكز الاقتراع. لكن الحقيقة أن المناسبة الوحيدة التي يشارك فيها الجزائريون بالملايين هي الطوابير من أجل الحصول على الحليب والسميد والزيت والعدس والبطاطا وحتى الكتب المدرسية لأبنائهم، وأرفق ذلك بهاشتاغ الانتخابات المحلية. ومعه نصل مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من تفاعلات، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.